سيد الأخ المحترم مرشح ديال الأحرار على الجنوبية، شكون اللي اقترح عليك وزطمك وبين لك الربح باش ترشح؟ بغيت غير هذا السؤال، نتمنى أنني نوصل حسب الإشاعات وما يروج أن واحد المنسق إقليمي هو اللي زطمك. هذا هو السؤال اللي عندي، وكنتمناو لك التوفيق، وحنا الدور ديالنا حنا قمنا به ومازال غنقوموا به. بدنا المنسقين بعد انا اسميهم كيفيقوا حتى لوقت الانتخابات، سما سيره انتخابات كنظن حتى هما كذبوا عليك وضحكوا عليك. اقسم بالله الى المرحله صعيبه، وباش تدق على المواطن تقنعه والله الا كاين مشكل كبير. ماشي كلشي غيتلاقاكم بالورود ويبوسكم، راه غيتلاقاوكم ولو بكلام اللي شويه قبيح. مع انت الحمد لله انسان ميسر وعندك قيمه، ما بغيتكش تطيح في واحد الموقف اللي محرج، فالله يحسن لك العوان. هادشي اللي غنقول لك اخر كلمه، ونتمناو لك التوفيق يا اخي. شكرا لموقع حريه بريس على هذه الزياره في المدينه القديمه للمنزل ديالي، من اجل انه يكون واحد التساؤلات على الحمله الانتخابيه اللي غادي تكون في الدائره الجنوبيه. شكرا لك اخي اشرف مره اخرى. بالنسبه للانتخابات اللي غتكون في الدائره الجنوبيه، انتخابات شي شويه هاد الخطره كاين واحد العزوف ان المواطن تكوى بالوعود الكاذبه ديال الاحزاب، لا سيما الاحزاب اللي في التحالف، ما الاحزاب اللي في المعارضه هذاك موضوع اخر. بالنسبه المرشح اللي كاين دابا في التحالف اللي دار واحد البيان، جات واحد التعليمات من الرباط للمسؤولين الجهويين عاونوا المرشح الاحرار، وخا تجي دابا هاد اللي عطاو التعليمات دابا يجيو من الرباط هما ما عندهم ما يجيبوا الاصوات، لان القضيه تفرشت والاحزاب وعلى راسهم الحزب اللي كنحترمو حزب الاحرار لم يفي بوعوده، لا سيما انه جاب واحد المرشح اللي هو غريب عن مدينة فاس وبعيد لا من التنظيم ولا أنه متواجد، وارتكب المنسقين ما عرفت واش الجهاوي ولا المنسق اللي هنا دهنا هما اللي اقترحوا هذا الشخص، لأن ارتكب واحد الغلط في حق الحزب وارتكب واحد الجرم، أنا أعتبره جرم، لأن قصوا بعض المناضلين وبعض الشرفاء اللي كاينين في حزب الأحرار وعلى رأسهم الأخ سفيان الدريسي بعدم ترشيحه بشي اعذار واهيه انه حقا عنده شي حكم، ما حكم الحمد لله خذا البراءه، ما عنده لا حكم لا والو. كذلك واحد الشخص اللي قصاوه هو الاخ يونس الرفيق، الرجل الذي يشتغل بهدوء وساكت وهو في الجهه، وواحد الانسان اللي خلوق واللي نزيه. هذا هو السبب اللي غيجعل ان الحمله الانتخابيه غتكون عندهم صعيبه، لان ما عندهمش كيفاش يديروا كذبوا على المواطن. الجنوبيه فيها مناطق مهمشه، عوينة الحجاج، جنال الورد، جنال القرود، عين النقبي، كي غادي يديروا هذا المرشح هذا ومع هذا المرشح اللي لزكاوه يدوروا يقولوا للناس ويكذبوا على الناس؟ لان الحكومه دابا اللي كترأس عز اخنوش كذبت علينا وعاودت لنا التربيه، ما بقى لها فين تزيد تكذب علينا. وواحد القضيه بغيت نركز عليها، شكون اللي اقترح على حزب الاحرار باش يزيدوا يترشحوا؟ زعما هاد الناس كتحماق عليهم وكتبغيهم وغتولي حنا كنتسناو فوقاش تسال هاد العامين باش نتهناو من هاد الحكومه بالمكونات ديالها كامله وعلى راسهم حزب الاحرار. هذا هو التدخل ديالي بالنسبه للانتخابات، والحظوظ ديالهم ضعيفه وضعيفه جدا، وانا كنقول الله يحسن له العوان هذاك السيد مسكين اللي غادي يترشح، كي غادي يدوز هاد 12 يوم مع العلم انه دايرين به بعض السماسره لا عندهم حتى علاقه بالانتخابات، كيزينوا له يقولوا له غنجيبوا لك 2000 صوت 3000 صوت 4000 صوت وكيكذبوا عليه. الله يحسن له العوان، وشكرا للساكنه اللي غادي تصوت على الرجل المناسب في المكان المناسب. بالنسبه للموضوع ديال ان الناس في الاحرار وفي التنظيم وغير رجعوا للور، محقهم ان جابوا لهم الناس ديال الرباط، واحد ما عندوش علاقه، هو ساكن في البهاليل وما عمره كان في الحزب. بعد انا هذه من 2014 انا ملي كنعرف هاد الناس ما عمري شفتو، جابوه لهم وقالوا له صوتوا عليه، وهاد السياسه ديال جيب وصوت ما بقاتش كتاكل. فين هو التنظيم اللي كيتبجحوا به؟ وفين هي الهضره وان بنادم خصو يكبر في الحزب وعاد نعطيوه؟ جاو داروا اللي بغاو، فليتحملوا المسؤوليه ديالهم، والدليل هو الانتخابات هي غادي تدوز، وان شاء الله غادي يكونوا من الخاسرين باذن الله.
اللقاء اللي كان في ماريوط وتعشاه وتصوروا تصوروا الشفاوي راه ما كيبقاوش، كاين واحد العدد كبير ديال الناس كانوا تما ما غيصوتوش وغير راضون، وعلى راسهم رئيس مقاطعه سجن الورد رضا عسال ما كاينش في الصوره، وهو اللي معني المقاطعه ديالو، عنده واحد الشعبيه كبيره، غير راضي على هذا المرشح ورجع بحالو اللور. وكاين واحد المستشار في عين البيضاء اللي هو في مجلس العماله اللي هو الضوي، هو عبر عبر صفحتي بالفيسبوك انه لن يدعم مرشح الاحرار. هذه رساله للبرلماني سي شوكي، القضيه عندك حامضه، وكنظن حتى هو الاول تصورت خصك تجي وتدعم هذا الرجل، واجي اجي دعمه واجي دور معاه. والمهم نتمنوا التوفيق للجميع. بالنسبه للتقييم ديالي للاحرار في مدينه فاس، الاحرار كاين مع تحالف، ما يمكنناش نلوموه ولا نقولوا ما خدمش، لا، هو كاين تحالف مكون من 4 أحزاب. بالنسبة لهذا التحالف اللي كيترأسه السي عبد السلام البقالي، السي عبد السلام البقالي طبيب، رجل طيب ونزيه، كيشتغل، وإن شاء الله بالمساعدة وبالدعم ديال السيد الوالد الجهة المحترم إن شاء الله غيكونوا مشاريع، وغادي تكون إن شاء الله تغيير ديال الحافلات، وغادي يكون عدة إصلاحات، حيت ما يمكنناش ندخلوا الانتخابات الجزئية مع، وكاين الحمد لله مع هذاك الكاتب المجلس سي سفيان، رجل طيب حتى هو وكيشتغل. كاين الأحرار، الأحرار كاين فيهم ناس مزيانين في فاس، ماشي أنني إلا قلنا أن هذا السيد هذا اللي رشحتو راه ما غادي ينجحش ولا كان عقبوا عليه اننا عندنا مشكل مع الاحرار، لا بالعكس، الاحرار هو مكون فاس لفاس مع عده حلفاء. نتمنى التوفيق للجميع، وكنحترموه وكيقبل الانتقاد ديالنا السي عبد السلام البقالي ولا المجلس ديالو، ودائما كما قلت الحمد لله دابا كاين الدعم ديال السيد والد الجهه، وكاين الحمد لله الخير جاي لقدام مدينه فاس، صبرنا وما يكون غير خير ان شاء الله. صبر الراي رشيد الفايق كان عنده واحد المقدوره واحد لكاباسيتي انه ما كيتسمعش الناس ديال الرباط، كيشوف المسائل ديالو هو وكيشوف المناضلين اللي قرابين للمواطنين، ما يمكنلوش يجيب واحد ما كاينش هنايا ويرشحو، ما يمكنلوش يرتكب هذا الغلط هذا، ولكن حتى هو دار اخطاء الله يسامح له والله يسامح الجميع. ورسالة الى سيد المرشح ديال الجنوبيه عن حزب الاحرار، انتقادنا لك اخي لا يعني ان عندنا شي مشكل شخصي معك، ولكن انت لا شونس والجزار ديالك جابك مع واحد الحزب اللي هو دابا كيتعتبر رقم واحد اللي كيبغيوه المغاربه بزاف، حزب اللي ضحك على المغاربه ورباهم وتفلى عليهم. فكي غنديروا انا مثلا الا بغيت نعاونك دابا المرشح ديال الاحرار، كي غادي ندير نكذب على عباد الله؟ من طريقه غادي ندق على الناس ونقول لهم هذا راه جاي يصوت عليكم، وصحابو راهم كيهزوا يديهم في البرلمان اللي في التحالف ساكتين كيديروا اللي بغاو، فقرونا وجوعونا وظلمونا وتكرفصوا علينا. شكرا لكم. اخر سؤال وواحد الابتسامه، سؤال غنطرحه عليك السيد الاخ المحترم مرشح ديال الاحرار على الجنوبيه، شكون اللي اقترح عليك وزطمك وبين لك الربح باش ترشح؟ بغيت غير هذا السؤال، نتمنى انني نوصل حسب الاشاعات وما يروج ان واحد المنسق اقليمي هو اللي زطمك. هذا هو السؤال اللي عندي، وكنتمنوا لك التوفيق، وحنا الدور ديالنا حنا قمنا به ومازال غنقوموا به. عندنا المنسق كاين بعض انا اسميهم كيفيقوا حتى الوقت الانتخابات، سما سيره انتخابات كنظن هما كذبوا عليك وضحكوا عليك، اقسم بالله الى المرحله صعيبه، وباش تدق على المواطنين تقنعوا والله الا كاين مشكل كبير. ماشي كلشي غيتلاقاكم بالورود ويبوسكم، راه غيتلاقاوكم ولو بكلام اللي شويه قبيح، مع انت الحمد لله انسان ميسر وعندك قيمه، ما بغيتكش تطيح في واحد الموقف اللي محرج، فالله يحسن لك العوان. هادشي اللي غنقول لك اخر كلمه، ونتمنى لك التوفيق يا اخي.